بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الإخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، مساء الخير لكم جميعا. ستكون حلقة هذا اليوم تحت عنوان الانحياز الأمريكي الآثم. الانحياز الأمريكي الآثم. ما في شك أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في يوم 30 من الشهر الماضي المنصرم كان موقفا منحازا لإسرائيل، كان موقفا آثما يتنكر لكل المبادئ التي تتشدق بها الولايات المتحدة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، وهي بذلك تتنكر لكل ما في التاريخ الأمريكي من جذور تاريخية ديمقراطية إنسانية، سواء أيام أعلنت الثورة الأمريكية على الاستبداد البريطاني، أيام جورج واشنطن، أو أيام الحرب التي شنها أبراهام لينكولن ضد ولايات الجنوب من أجل تحرير الأفارقة السود، أو ما يتعلق بمبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون لكل ما هو إنساني، لتمثال الحرية الذي يقف شامخا على شواطئ نيويورك ويطالع الزائر عندما يزور الولايات المتحدة، وترتد أمريكا إلى العناصر الإجرامية والغطرسة والوحشية التي بدت في تاريخها، سواء في إبادتها للهنود الحمر السكان الأصليين وأهالي البلاد الحقيقيين، أو في التنكيل والعنصرية التي مارستها مع الزنوج الذين جلبتهم من إفريقيا واضطهدتهم بشكل يندى له الجبين. الولايات المتحدة الأمريكية بانحيازها الأعمى إلى إسرائيل وعدوانها وعنصريتها إنما تمارس انحيازا ضد الشعب الفلسطيني وضد الحرية وضد العدالة وضد حق تقرير المصير، وهي للعلم سبق وأن استعملت حق الفيتو 78 مرة، كانت 80% من هذه المرات لصالح إسرائيل وتغطيتها قانونيا وسياسيا. لذلك نقول إن هذا الانحياز انحيازا أعمى وانحيازا آثما بكل معنى الكلمة. وهنا لابد أن نلخص أسباب هذا الانحياز والعوامل التي تؤدي إليه، لأنه شيء مدهش أن تستمر أمريكا في هذا الانحياز طيلة القرن العشرين وحتى مع بدء القرن 21، رغم ما صدر عن الجنرال بيتريوس قائد القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط عندما قال إن التحالف الأمريكي مع إسرائيل يمس بالأمن القومي الأمريكي، وعندما خطب أوباما في أيامه الأولى في جامعة القاهرة وتحدث عن المنطقة العربية والتراث الإسلامي مشيدا بذلك كله، ولكنهم يعودوا ويتنكروا لكل ما قالوا. أقول أكاد ألخص أسباب الانحياز الأمريكي الآثم لإسرائيل في الأمم المتحدة وفي خارج الأمم المتحدة بأسباب ثلاثة هامة. الأول هو التشابه الكبير بين الكيانين، خاصة عند النشأة وعند التكوين. والعامل الثاني هو تأثير اللوبيات الصهيونية في صناعة القرار الأمريكي. والثالث هو تلاقي المصالح الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل في منطقتنا العربية، مما أدى إلى تحالف استراتيجي وثيق جدا جدا، حتى لا يحق للكثيرين أن يعتبروا أن علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة علاقة الطفل المدلل بأمه، فهي لا تنحاز فقط وإنما تدل إسرائيل إلى أبعد الحدود. لنبدأ بالعامل الأول
الذي أدى إلى كل هذا الانحياز؟ ما هو وجه الشبه وما هي وجوه الشبه بين الكيان الأمريكي وبين الكيان الإسرائيلي وبالذات عند النشأ؟ الكل يعلم أن المهاجرين الأوروبيين إلى أمريكا والذين أصبحوا الآن أمريكيين إنما جاءوا من الولايات من أوروبا القارة القديمة، وذلك من أجل حل مشكلة الفائض السكاني. وكذلك أيضا اليهود قذفتهم القارة القديمة أوروبا لنفس السبب ولأسباب أخرى، وهم أيضا جاءوا إلى القارة الأمريكية وكانوا يسمونها أرض كنعان، متأثرين طبعا بالتوراة كما جاء اليهود إلى فلسطين أرض كنعان، وكانوا يعتبروا إنهم جاءوا إلى بلاد خصبة غنية كما كانت تقول التوراة، بلاد تفيض باللبن والعسل، فكان همهم نهب موارد هذه البلاد والسيطرة عليها بالدرجة الأولى. إضافة إلى ذلك هناك وجه شبه آخر، هو تلك الممارسات الوحشية البالغة السوء مع أهالي البلاد الأصليين. الكل يعلم والكل شاهد من خلال أفلام الكاوبوي على الأقل الأمريكية كيف تعامل البيض الأمريكيون مع سكان البلاد الأصليين وأبادوهم فعلا، فمن ملايين الهنود الحمر أصبحوا الآن لا يزيدوا على بضع مئات الآلاف معزولين في جبال روكي في غرب القارة الأمريكية، لدرجة أنهم كانوا يتفننوا في قتلهم، وكان إذا أراد أحدهم أن يأخذ مكافأة على قتل هندي أحمر كان عليه أن يسلخ فروة رأسه ويقدمها للمكتب الملكي في الولايات المتحدة وبالتالي يعطى الجائزة. كذلك مارسوا التنكيل بشكل حيواني بشع للغاية، فيه غطرسة وفيه لا إنسانية، مع الزنوج الذين جلبوهم هم إلى القارة الأمريكية كي يستخدموهم ويستغلوهم في زراعة القطن وغير القطن. كذلك فعل اليهود الإسرائيليون في فلسطين عندما أمعنوا في أساليب القتل والإبادة، وكلنا نذكر أن البداية كانت في دير ياسين ولكنها لم تنتهي، ربما كانت آخر المذابح تلك المذبحة التي مارستها إسرائيل ضد الإخوة في غزة، والتي كانت نتيجتها ما يزيد على 2200 شهيد إضافة إلى الدمار الشامل المعروف، إضافة إلى سياسات الترانسفير. مارسوا الأمريكيين سياسة ترانسفير مع قبائل الهنود الحمر من الشرق إلى الغرب، عزلوهم في جبال روكي الصخرية الفقيرة. وكذلك فعل الإسرائيليون بعرب فلسطين عندما أجبروهم على الهجرة عام 48، وهم يجبروهم على التهجير الهادئ من القدس ولكن بشكل تدريجي وبطيء. وجوه الشبه كثيرة، إضافة إلى أن القيم المشتركة المعمول بها هي نفسها في الولايات المتحدة وفي إسرائيل. قيمهم بالدرجة الأولى تقوم على مبدأ المنفعة القوة، وهذا ما نسميه الداروينية، أي الصراع على البقاء والبقاء للأقوى وليس للأفضل. إضافة إلى أن الديمقراطية التي يتحدث عنها متشابهة جدا، ففي الديمقراطية الأمريكية لا توجد أي بقايا للإقطاع وآثاره ورموزه، يعني ما يزال في أوروبا حديث عن الدوك والماركيز والبارون والكونت إلى آخره، هذه في الولايات المتحدة زالت تماما، وفي إسرائيل أيضا لا أثر لها، لكنهم يعتبروا أن الديمقراطية يستحقها مواطنوهم داخل الحدود ولكنهم يمارسوا عكسها تماما خارج الحدود. هذه وجوه الشبه قربت ما بين الكيانين، وطبعا أنا لم أحصر وجوه الشبه كلها ولكن حاولت ذلك، هذا من جهة. أما العامل الثاني الذي قرب بين
الطرفين بين الكيانين وعلى نطاق واسع وواسع جدا هو تأثير اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية. اللوبيات تعني جماعات الضغط، وأقول جماعات الضغط لأن هناك جماعات ضغط غير يهودية أيضا، يعني في جماعة الضغط الصهيونية لصالح إسرائيل، في جماعة الضغط الصينية لصالح الجالية الصينية في غرب الولايات المتحدة، في جماعة الضغط اللاتينية لصالح اللاجئين من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. في الطريق إلى التكوين لوبي عربي، كل هذه اللوبيات موجودة، ولكن الحقيقة أن اللوبي الأهم والأقوى تأثيرا هو اللوبي الصهيوني. لا أريد أن أتحدث عنه طويلا، ولكن نبذة قصيرة لأنه نخصص حلقة كاملة للحديث عن اللوبي الصهيوني. لكن باختصار أقول أن اللوبي الصهيوني نجح لأن المهاجرين اليهود كانوا قد هاجروا مع الأوروبيين من أوروبا، يعني هم جزء من النسيج الاجتماعي الأمريكي، وكانوا على مقدرة وفطنة بحيث كانوا يتحدثوا دائما عن أنهم أمريكيون ذوي أصول يهودية، ولم يقدموا أنفسهم على أنهم يهود أمريكيون، ويظهروا دائما أنهم إنما يدافعوا عن المصالح الأمريكية، وأن الانحياز لإسرائيل هو لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وهم من حيث الانسجام مع المجتمع الأمريكي من وجوه كثيرة جدا خاصة بالنسبة للون الأبيض، هم يأتوا بعد طبقة تسمى في الولايات المتحدة طبقة الواسب WASP، والW مأخوذة من كلمة وايت، والA والS مأخوذة من أنجلو ساكسون، والP مأخوذة من البروتستانت. يعني الطبقة الأولى التي لا تحتاج إلى شرطة في وصفها هي طبقة البيض الإنجليز البروتستانت. ما بعدهم تأتي أقليات أهمها أو لويتها في الدرجة هي اليهود الذين هاجروا من أوروبا. طبعا لا يخفى أيضا أن الصهيونية التي ظهرت بين اليهود لم تظهر في اليمن ولم تظهر في المغرب، إنما ظهرت في أوروبا بدليل الانسجام مع الحضارة الأوروبية، وأنها ليست إلا إحدى إفرازات هذه الحضارة. سنعالج موضوع اللوبيات وبالذات الآيبك المشهورة في الحلقة القادمة. أما العامل الثالث والشديد الأهمية فهو تلاقي المصالح الأمريكية والإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط بالذات، ولا أقول في المحيط الهادي ولا في القارة الأسترالية، في منطقتنا نحن في البلاد العربية. كيف تتلاقى مصالحهم؟ الأمريكيون ينظروا إلى منطقتنا العربية على أنها جغرافيا بدون تاريخ، بمعنى يروا فيها أنها ذات أهمية استراتيجية كبيرة جدا، وذلك من أجل استخدام الموانئ والمطارات والممرات الدولية، قناة السويس، باب المندب، مضيق هرمز إلى آخره، ويروا فيها أنها خزانا هائلا للنفط، وطبعا هم مهتمين باستغلال هذا النفط ومنع غيرهم من احتكار هذا النفط، يعني الصين أو روسيا أو غيرها. وينظروا إلى المنطقة أيضا على أنها سوق ممتازة لبضائعهم وخاصة الأسلحة، ولذلك ترى الأمريكيين مستعدين للسماح لأي دولة في جنوب شرق آسيا أو غيرها أن تتطور وأن تتقدم وتصبح صناعية، ولكن يقفوا بالمرصاد وباستمرار ضد أي دولة عربية تحاول أن تتقدم صناعيا، يحاول ذلك ما استطاعوا إليه سبيلا. وفوق ذلك كله ينظر إلى العرب وكأنهم مجرد قبائل بلا تاريخ بلا دين، قبائل متناحرة كما يريد لها أن تكون، وهم يلعبوا اللعبة القذرة بإثارة الفتن الطائفية في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، في كل مكان. طبعا هم مهتمين جدا منذ أيام محمد علي باشا الكبير ما بين 1805 و 1849،
وحتى بعد ذلك أيام عبد الناصر ما بين 1952-1970، أيام صدام حسين 1968 حتى 2003، مهتمين بأن يمنعوا أي زعيم عربي من القيام بأي مشروع نهضوي قومي عربي ويحاربوه ويقفوا ضده، ومن أجل ذلك يمارس ما يزال التفتيت والتقسيم والتجزئة إلى أبعد حدود، وهم مسؤولين تاريخيا إلى حد كبير، ولا أقول كل المسؤولية، إلى حد كبير عما يجري في بلادنا العربية، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا أو غيرها. طيب، وما هي نظرة الإسرائيليين للبلاد العربية؟ أيضا الإسرائيليون يروا في البلاد العربية وبالذات في فلسطين أنها أرض بلا شعب من أجل شعب بلا أرض، وأنهم يهتموا بالجغرافيا وينكروا التاريخ، ينكروا علينا الفتح العربي الإسلامي، ينكروا أيام الدول العربية الإسلامية المستمرة من أيام عمر الخطاب حتى يومنا هذا، ولا يروا في فلسطين إلا يهودا والسامرة، ويحاولوا أن يجسدوا ذلك في تاريخهم هيكلهم إلى آخره. في نفس الوقت هم يعملوا على إضعاف هذه البلاد العربية، تقسيمها، تقطيعها، بث الفتن فيها حتى يبقوا مسيطرين. ولا يتم ذلك للإسرائيليين دون حليف قومي أو آسف قوي كبير مثل بريطانيا، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية أو كل الغرب بكامله. من هنا نقول أن هناك نظرة متشابهة ومصالح ضد الوطن العربي من أجل تفتيته، تقسيمه، إخضاعه إلى أبعد الحدود. في نفس الوقت علينا أن نتفهم الانحياز الذي تحدثنا عنه، الانحياز الأمريكي لإسرائيل، كيف يكون ذلك وبأية أشكال. الحقيقة أنه انحياز كامل وفي شتى المواضيع، انحياز سياسي، انحياز عسكري، انحياز اقتصادي مالي، انحياز استخباراتي، انحياز تكنولوجي، في كل الجوانب هي حليفي بمعنى كلمة حليفي. يعني مثلا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم السياسي التالي: أولا تغطي إسرائيل سياسيا كما نرى في مجلس الأمن من خلال استعمال الفيتو، قلنا قبل قليل أنهم استعملوا الفيتو 78 مرة، 80% من هذه المرات كانت لصالح إسرائيل، وهم دائما يتبنوا ادعاءاتها أن كل ما تقوم به من جرائم واستيطان واقتلاع للناس وقتل وذبح وغارات جوية على غزة وغير غزة يعتبروا دفاع عن النفس، فهم يعلموا غير ذلك، ويصوروا الضحية كأنها جلاد والجلاد كأنه ضحية. أكثر من ذلك، تقوم إسرائيل بالتجسس على البحرية الأمريكية من خلال جوناثان بولارد، وتغض الولايات المتحدة الأمريكية طرف، تكتفي بسجنه سنوات، ولا يعكر ذلك صفو العلاقات لأن هذه العلاقات بين حليفين وثيقين. أكثر من ذلك، تغض الولايات المتحدة الأمريكية الطرف عن الترسانة النووية الإسرائيلية، وتقيم الدنيا ولا تقعدها حول ما يمكن أن تصل إليه إيران على سبيل المثال بالنسبة لقنبلة نووية. أكثر من ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمفاوضات وتتوسط كما يفعل كيري ومن قبل وزراء الخارجية السابقين، كله لصالح إسرائيل. وطبعا الانحياز كان دائما كامل وبشكل دائم ومستمر. أقول أن هناك انحيازا آخر على مستوى عسكري، الولايات المتحدة الأمريكية تقدم آخر ما تتوصل إليه من أسلحة وتكنولوجيات عسكرية جوية برية بحرية لإسرائيل. ونذكر كلنا في عام 1973 عندما انتصر الجيشان المصري والسوري على إسرائيل في الحرب التي أصبحت تسمى حرب أكتوبر أو حرب يوم الغفران، هبت أمريكا لتقديم العون لإسرائيل، وقدمت جسرا جويا من الأسلحة لإسرائيل، قدر يومها بما يساوي 22 ألف طن من الأسلحة. إضافة إلى ذلك أن المخازن الأمريكية
للأسلحة في حيفا وغير حيفا على الشواطئ الفلسطينية كلها مفتوحة للإسرائيليين في وقت في أي وقت يشاؤون. إضافة إلى ذلك تتعهد الولايات المتحدة جهارا وعلنا أنها ستبقي على تفوق الجيش الإسرائيلي على الجيوش العربية مجتمعة. تصور الجيوش العربية مجتمعة، يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي متفوق عليها في كل المجالات بالذات التكنولوجية. إضافة إلى ذلك كله الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم المالي العريض السخي جدا لإسرائيل، فتقدر مساعداتها السنوية بحوالي 6.3 مليار دولار سنويا. وأكثر من ذلك هناك ما يزيد على 200 منظمة وجمعية أمريكية تجمع الأموال وتقدمها لإسرائيل حتى بلغت قيمتها 24.5 مليار دولار. يعني لو قمنا بعملية حسابية دقيقة لوجدنا أن كل إسرائيلي تلقى آلاف الدولارات من الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا للتمويل ما له من أهمية. إذن يعني حتى يتساءل الإنسان، هذه الدولة التي يبنوها بالضفة الغربية اللي هي دولة المستوطنات، هذه ما هي تكاليفها؟ تكاليفها مليارات، مبالغ هائلة جدا جدا. ما هو مصدرها؟ من مصادرها الهامة المساعدات الأمريكية. إذن هذا الانحياز الأمريكي وهذا الدعم المالي غير المحدود، عسكري واقتصادي سياسي إلى أبعد الحدود، هذا ما في شك أنه كان لصالح إسرائيل. بالمقابل ماذا تقدم إسرائيل؟ الحقيقة أن إسرائيل تقدم نفسها على أنها القاعدة المتقدمة للحضارة الأوروبية في الشرق العربي، وتقدم نفسها على أنها هي حاملة الطائرات الأمريكية الإسرائيلية الرخيصة. المقصود بحاملة الطائرات طبعا حاملات الطائرات المعروفة، هذه تكلف مبالغ طائلة جدا. إسرائيل بتقدم نفسها دائما وبتقول للأمريكيين أنها عبارة عن حاملة طائرات كبيرة جدا عليها 4 إلى 5 ملايين جندي، هكذا تصور أن الإسرائيليين كلهم جنود وأنهم حلفاء لأمريكا، وأنها لا تكلفهم شيئا قياسا إلى تكاليف حاملات الطائرات. إضافة إلى ذلك أنها تعتبر أنها تقدم للولايات المتحدة ما يساوي 10 ملايين عميل في العالم، هم مجموع اليهود. إضافة إلى ذلك أنها تفتح موانئها ومطاراتها للقوات الأمريكية وقتما تشاء، إضافة إلى تقديم المعلومات الاستخبارية عن الدول العربية لأنها ألصق بالعالم العربي وأقرب، تدريب الجنود الأمريكيين على القتال من خلال بيئات عربية حتى يتمكنوا من ذلك في العراق وفي غير العراق. إضافة إلى ذلك إسرائيل تقول عن نفسها أنها تقدم الترفيه الكامل للمارينز في الموانئ الإسرائيلية على طول الشاطئ، حتى أن هآرتس الصحيفة الرصينة الإسرائيلية المشهورة بتقول عن إسرائيل أنها عاهرة الموانئ. ويقول بن غوريون واصفا العلاقة بين إسرائيل وبين جنود المارينز بالعلاقة ما بين النبيل الإنجليزي والخادمة في المطبخ أو في الحديقة. طبعا مفهوم ماذا يقصد بن غوريون وماذا تقصد هآرتس، كل هذا طبعا يصب في صالح التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي. طبعا هذا لا يعني أبدا ولا في حال من الأحوال أن نقف كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين مكتوفي الأيدي، لابد من البحث عن وسائل من أجل فك هذا الارتباط والتأثير طبعا على الرأي العام الأمريكي. إضافة إلى ذلك مدام أن أمريكا كما كنا في بداية الحلقة أسفرت عن وجهها وبهذا الشكل القبيح، لابد أن ينتهي تفرد أمريكا في اللعب بالقضية الفلسطينية، ولابد من حمل القضية الفلسطينية إلى المؤتمرات الدولية والمحافل الدولية كما تفعل القيادة الفلسطينية الآن ويفعل الفلسطينيون بإصرار. ونسأل الله
التوفيق والنجاح، لأن هذا الإصرار وهذا التمسك بالحق لابد أن يثمر أخيرا لصالح القضية إن شاء الله.